اليوم وفي ختام هذا المهرجان الكبير المهرجان الرمضاني برعاية سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تنطلق هذه الدفعة من الجعدان اللقاية لتتنافس منافسة شيقة ومنافسة قوية لنيل أحد هذه الأشواط في صباح هذا اليوم. شكرا لكل كذلك الملاك والمضمرين على الحضور والمتابعة وكذلك من خلال تواجدهم في أرضية هذا الميدان. نسير بحضراتكم إلى البداية والحبل الكريم لنتابع هملول على أول المراكز علي بن راشد بن كاسب المسافري من ينطلق على الصدارة الأولى باحثا عن انتصار وتحدي في هذا الشوط المركز الثاني. نصل مشاهدين الكرام المركز الثاني من خلال هذه اللحظات شاهين لعلي بن سالم بن علي بالخرس الاجتبي من يحتل المركز الثاني كذلك مع وجود هذا القعود. المركز الثالث وصلنا إلى حشيم سالم بن علي السبوسي من يصل إلى المركز الثالث ويقدم كذلك مع هذه النوعية انطلاقة مميزة. المركز الرابع نصل إلى عنيد وتعود ملكية أحمد بن عبيد بن مبارك الاجتبي من يتواجد إلى المركز الرابع. مشاهدين الكرام النقلة التالية على المركز الخامس والمركز الخامس يتواجد فيه الذيب محمد بن قبل أسبوع مسجل نقطة قبل أسبوع فايز بهذا الشوط. كرر إنجازك يا أخوي خلك في الصدارة خلك في القمة. لكن الوهيبي الله يا الوهيبي حميد الوهيبي غير الآن مع شاهين محمد بن سالم حميد بن علي بن سالم الوهيبي انطلق مرة أخرى مشاهدينا الكرام ليحقق انتصار في هذا الشوط. الله 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 اندفاع شاهين الله يا السلام وين لأهالي السلطنة بالفعل مع تواجد شاهين على قمة الشوط وهل مضيبي بالفعل الآن أصبح الآن وحيدا يغرد على الصدارة في هذا الشوط. نقول من تانينا من هذه اللحظة لمالك هذا القعود من خلال تواجده. يا سلام حميد بن علي بن سالم الوهيبي اللحظات الأخيرة تحرك يا أخوي تحرك تحرك وصلوك الجماعة واصلينك الجماعة لكن خلاص شاهين مشاهدين الكرام يقفل على نتيجة الشوط. المركز الثاني شاهين لراشد بن سعيد بن علي الاجتبي. المركز الثالث هناك شكلان لعتيج بن سيف بن حاضر العميمي. المركز الرابع يأتينا مشاهدين الأعزاء شاهين لبخيت بن علي بن مطل الاجتبي. المركز الخامس لسعيد بن محمد الكليلي من وصل مشاهدينا الكرام في المركز الخامس في هذه الاندفاعات وهذه الانطلاقات. نعود بالتوقيت الزمني لشاهين 6 دقائق 23 ثانية وجزئين من الثانية. تانينا الحميد بن علي بن سالم الوهيبي على فوز شاهين بالمركز الأول وانطلاقته في هذا الشوط. المركز الثاني اللي وصلنا شاهين راشد بن سعيد بن علي الاجتبي أيضا من خلال تحدي 6 دقائق 23 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس. ثالث المراكز كان حاضرا شكلان لعتيج بن سيف بن حاضر العميمي مشاهدينا الكرام ب6 دقائق 24 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. كانت هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء لشوطنا التاسع عشر وقبل